السلام عليكم. إيران بدأت بالتحضير لحرب إبادة ضد إسرائيل عبر الفصائل المسلحة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الأمر أصبح واضحا مما نشر في 24 ساعة الماضية من قبل بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الأمر الذي اهتمت به تماما البوليتيكو الأمريكية، بالإضافة إلى تفاصيل حصرية أخرى مهمة مرتبطة بهذه التفاصيل صدرت من نفيسة كونفورد وهي أحد أهم المراسلين في البي بي سي البريطانية، بالإضافة إلى تفاصيل أيضا أخرى مهمة من قبل ميدل إيست آي البريطانية. هذه التحركات والتصريحات هي لم تأتي من فراغ من قبل الجانب الإيراني، لا أبدا، بل هي جاءت بسبب تصعيد إسرائيل الكبير وما صدر منهم الأسبوع الماضي من بني جانتس المعارض الكبير لبنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق. لاحظ ما الذي قاله الثلاثاء الماضي، قال: يمكننا إغراق لبنان بالكامل في الظلام وتفكيك قوة حزب الله في أيام. بعد يومين من هذا التصريح أي الخميس الماضي جاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال: الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري، بالإضافة إلى أن التحشيدات الإسرائيلية مستمرة باتجاه شمال إسرائيل، وهذا أصبح واضحا مما نقلته أوسن ديفندر من إحدى المصادر السورية التي أوضحت مزيدا من اللقطات لدبابات المركبة الإسرائيلية وهي تتحشد باتجاه شمال إسرائيل وكذلك باتجاه أيضا مرتفعات الجولان، وكذلك أيضا كان هنالك خرقا لجدار الصوت يوم أمس من قبل الطائرات الإسرائيلية في بيروت. كما نلاحظ الكل توقع بأن هنالك ضربة من قبل الطائرات الإسرائيلية، ولكن اتضح بأنهم قاموا بخرق لجدار الصوت، وهذا يوضح في ظل تقارير خطيرة باتجاه ما جرى في مطار لبنان وتقارير تتحدث من التلغراف البريطانية بأن هنالك تخزينا للأسلحة من قبل حزب الله اللبناني قادمة من إيران يخزنها في مطار بيروت. طبعا هذا الأمر جعل اللبنانيين في قلق كبير. كذلك أيضا صدر قرار واضح جدا من قبل المملكة العربية السعودية وطالبت رعاياها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرة لبنان، وبهذا السعودية هنا تنضم إلى العديد من الدول التي قامت بإعلان وبالمطالبة بنفس المطالبات من رعاياها من قبل على سبيل المثال الكويت، الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، هولندا والعديد من الدول الأخرى، في مؤشر واضح بأننا اقتربنا كثيرا من ساعة الصفر. وهنا جاءت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لتتحدث بالضبط عما ممكن أن يكون قادما من جانب إيران. هي قالت ببساطة: إذا ما قامت إسرائيل بمهاجمة حزب الله اللبناني فبأن جبهات المقاومة بالكامل، في إشارة إلى الفصائل المسلحة العراقية وكذلك الفصائل المسلحة في سوريا وجماعة الحوثي في اليمن، كل هذه الجبهات ستنخرط في مواجهة إسرائيل وستقوم بمواجهة إسرائيل بشكل مباشر. وكذلك ذكرت بأن كل الخيارات مفتوحة، أي بإشارة أخرى غير مباشرة بأن إيران ممكن أن تنخرط بنفسها بهذه الحرب. وما صدر باتجاه البي بي سي البريطانية كما تحدثت مراسلة البي بي سي نفيسة التي ذكرت وتحصلت على تصريحات حصرية من قبل أحد عناصر الفصائل المسلحة العراقية، ذكر لها ببساطة بأنهم تدربوا على سيناريو الهجوم على إسرائيل في حالة بدء إسرائيل بالهجوم على حزب الله اللبناني، وبأنهم سيستخدمون الصواريخ البالستية وكذلك الطائرات المسيرة المتقدمة في الهجوم على إسرائيل. ولا بد من فهم أمر مهم متعلق بالفصائل العراقية بأنها لا تنفذ العمليات من العراق فقط، وإنما هي أيضا تنفذ العمليات أيضا من الأراضي السورية، وبالتالي هي قادرة تماما على تنفيذ هذه التهديدات. وهذا كله طبعا يوضح طبيعة الخطة القادمة من قبل الجانب الإيراني من أجل مساندة حزب الله اللبناني في هذا الصراع الكبير للغاية. هو يوضح أن هذه الفصائل المسلحة والجبهات بأكملها ستقوم بمهاجمة إسرائيل بشكل هائل للغاية، وتحديدا الشمال الإسرائيلي والمنظومات الدفاعية الموجودة في شمال إسرائيل ومشاغلة هذه المنظومات، محاولة ضرب هذه المنظومات الدفاعية، مما يجعل من ترسانة حزب الله اللبناني الهائلة
يجعلها هذه الترسانة يجعل هذه الترسانة طبعا خطيرة للغاية على العمق الإسرائيلي، وتستطيع من تحقيق ضربات أكثر فاعلية من كل الاتجاهات تأتي هذه الضربات، وبالتالي هو سيفتح الباب أيضا لقوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبناني، أن تقتحم إسرائيل وتحقق خسائرا وتلحق خسائرا كبيرة ضد الجانب الإسرائيلي. كذلك أن هذه التهديدات تأتي باتجاه عمليات الشحن الدولية في البحر المتوسط، مثل هذه الهجمات يعني بأنها ستتجه وستواجه وستضرب عمليات الشحن الموجودة في البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر، ويعني بأن كل شيء سيغلق على إسرائيل، وسيتم الضغط أيضا على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسبق لحزب الله اللبناني أن هدد قبرص طبعا، وقبرص لا تبعد إلى 220 كيلو مترا من الأراضي اللبنانية، وهذا أمر ممكن بالنسبة لحزب الله أن يقوم باستهداف قبرص في حالة استخدمت كنقطة انطلاق في هذه الهجمات ضد حزب الله اللبناني. وما هو مثير بهذه المسألة إلى أن التقييمات الأمريكية كما نقلت الميدل إيست آي البريطانية قالت ببساطة بأن الولايات المتحدة والمسؤولين الاستخباريين الأمريكيين قلقين من حقيقة أن الصراع لن يكون محصورا بهذا السيناريو الذي نتحدث عنه، لا أبدا، بل أن من الممكن لروسيا أن تنخرط بهذا الصراع بشكل مباشر، مثلما وقفت إيران مع روسيا ضد أوكرانيا، روسيا ممكن أن تقف مع إيران ضد إسرائيل، وذلك من خلال إمداد إيران بالأسلحة المطلوبة لكي تمد هذه الأسلحة وترسل هذه الأسلحة للفصائل لتمتد إلى الجبهات المتقدمة ولمهاجمة إسرائيل. وهذا الأمر ممكن للغاية، خاصة وأن العام الماضي في نوفمبر الوول ستريت جورنال ذكرت بصراحة بأن قوات فاغنر الروسية الموجودة في سوريا كانت تخطط لعملية إرسال منظومات دفاعية جوية لصالح حزب الله اللبناني، وذلك من أجل أن يكون هنالك تحديا واضحا للطائرات الإسرائيلية. وهذه والميدل إيست آي البريطانية أوضحت بأن هذا الأمر ممكن للغاية، خاصة وأن إحدى المعلومات المهمة بأن فلاديمير بوتين كان يخطط لإرسال صواريخ مضادة للسفن لصالح جماعة الحوثي للاستمرار بهجماتهم، ولكن المملكة العربية السعودية هي التي وقفت ضد هذا الأمر. وروسيا تقدر المملكة العربية السعودية كثيرا، وتقدر دول الخليج العربي، وذلك بسبب المسائل النفطية المهمة للغاية. خسارة المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى لصالح الغرب لن يكون في مصلحة فلاديمير بوتين، وبالتالي ابتعد تماما عن إرسال الأسلحة لجماعة الحوثي، لكن لا مانع أبدا من إرسال الأسلحة لصالح حزب الله اللبناني لكي يكون قويا، وبالتالي هنالك رغبة للضغط بشكل كبير على إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا بالكامل لكي تبتعد ولكي تضغط تماما على إسرائيل لإيقاف الهجوم على حزب الله وحماية حزب الله مما ممكن أن يكون قادما. المثير بهذه المسألة أن هنالك تفاصيل أخرى صدرت من إيران أوبزيرفر، لم يكن هنالك تأكيدا من السلطات العراقية أو تأكيدا مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية حول ما ذكرته إيران أوبزيرفر، التي قالت ببساطة بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من السلطات العراقية أن تمنع إيران من الدفع بطائراتها وطائرات الشحن التي تحمل الأسلحة فوق الأجواء العراقية لتصل إلى الفصائل في سوريا وإلى حزب الله اللبناني. على السلطات العراقية منع هذه الطائرات من المرور عبر الأجواء العراقية، وهذا الأمر كما تحدثنا لم يتم تأكيده تماما، لكن واضح أن الولايات المتحدة تراقب كل الأسلحة وتحركات الأسلحة للفصائل الموجودة في المنطقة، وهذا الأمر ظهر من الجانب الروسي وسط سوريا صدق أو لا تصدق، وقد صدر هذا الأمر بشكل واضح ورسمي من قبل السلطات الروسية، الجيش الروسي، كما نقلت سبوتنيك الروسية اليوم التي نشرت مقطعاً ليوم أمس طائرة سوخوي 35 وهي تقترب بجانب طائرة MQ-9 ريبر أمريكية كما تلاحظون. قالوا أن هذه الطائرة المسيرة اقتربت من السوخوي 35، دائما التحالف الدولي يقول بأن هذه الطائرات الحربية الروسية هي التي اقتربت بشكل خطير من هذه الطائرة المسيرة. المهم بهذه المسألة أين تم تصوير هذه اللقطات التي نراها من قبل الجانب الروسي، وواحدة من الصور التي كشفت
هذا الموقع. واحدة من اللقطات المصورة هي هذه اللقطة، تلاحظ بأننا أمام جبل مرتفع هنا كما هو واضح، وأيضا تلاحظ بأننا أمام طريق متعرج، وكذلك شكل مميز على الأرض هنا، وكذلك شكل آخر هنا سيكون مفيدا في تحديد هذا الموقع. وهذه هي طائرة الـ MQ-9 ريبر كما تم تصويرها من طائرة السوخوي 35 الروسية. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعية الآن سنجد أن هذه النقطة وهذه العلامات تتطابق تماما مع وسط سوريا، وتأتي هذه النقطة متطابقة إلى شمال مدينة تدمر على مسافة 52 كيلومترا، وإلى غرب السخنة أيضا في هذه النقطة تحديدا، لنتجه إلى اليمين قليلا بهذا القمر الصناعي. وإذا ما حاولنا أن نتوقف هنا سنرى كل شيء متطابق، هذا هو الجبل المرتفع كما نلاحظ، وهذا هو الطريق الذي كان ظاهرا أمامنا، وهذا هو الشكل التضاريسي المميز على الأرض، وهو الذي يؤكد بأن الطائرة المسيرة كانت هنا تقريبا وهي تحلق، وتحلق بهذا الاتجاه، أي أنها تتجه باتجاه تدمر المعروفة بأن الفصائل المسلحة إن كانت العراقية والمقربة من إيران أو غيرها كلها تتواجد في تلك المنطقة الاستراتيجية للغاية، منطقة مهمة على العديد من المستويات. هذه الطائرة المسيرة تستخدم في عمليات الاغتيال، ولكنها أيضا تستخدم في عمليات المراقبة أيضا وعمليات التجسس. وبالتالي هنا هذا الطريق وهذه تدمر التي نتحدث عنها، هذه العمليات الشحن عادة تأتي من العراق على سبيل المثال إلى سوريا، أو من سوريا مباشرة وتتوزع في هذه المنطقة. هذا الطريق باتجاه تدمر هو طريق مهم، هو يمد الأسلحة مباشرة إلى الفصائل أو يقترب كثيرا من هذه المناطق التي تأتي باتجاه قاعدة التنف أو منطقة 55 كيلو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. وسبق أن رأينا هجمات سابقة للفصائل المسلحة، تنطلق الطائرات من اتجاه هذه الجبهات من تدمر باتجاه قاعدة التنف، أيضا ممكن إرسال الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي تفتح لهم الباب بإمداد الفصائل المسلحة في دمشق على سبيل المثال، أو حتى باتجاه الجولان، وأيضا الخط عبر حلب أو مباشرة إلى لبنان إلى حزب الله اللبناني. وبالتالي هذه المنطقة أن تراقبها الولايات المتحدة الأمريكية، واضح أنها تريد قطع إمداد الأسلحة، لأنها تعلم أن هنالك حربا إقليمية كبيرة، وأن قطع هذه الإمدادات قدر الإمكان سيساعد كثيرا إسرائيل والولايات المتحدة لتنتصر في هذه المعركة بأقل الخسائر الممكنة. لكن الخطر كبير وكبير للغاية في هذه التفاصيل وفي هذه المعركة. وإيران لا تتقدم فقط وتهدد على المستوى الميداني الذي نتحدث عنه، لا أبدا، بل حتى على المستوى النووي. بتقرير حصري اطلعت عليه أو نشرته في حقيقة الأمر رويترز، وتقرير مهم اطلعت عليه خاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت ببساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران الآن قامت بتنصيب 4 سلاسل لأجهزة الطرد المركزية الـ IR-6 المتقدمة للغاية في تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، من أصل 8 سلاسل لأجهزة الطرد المركزية الـ IR-6 في رغبة من إيران للتقدم بسرعة، وأن تكون لها قدرة عالية للغاية إذا ما قررت من الوصول للقنبلة النووية أن تصل مباشرة لها. وهذا يأتي ضمن الرد من قبل الجانب الإيراني على مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت هنالك إدانة من مجلس المحافظين مباشرة لإيران، قالوا ببساطة لإيران بأن عليك التعاون، عليك إعادة المفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين قمت بطردهم، وكذلك عليك الإجابة على جزيئات اليورانيوم التي وجدت سابقا في السنوات الماضية في موقعين في الداخل الإيراني. إيران على هذا الأساس وجدت بأن هذا الأمر أشبه بالتوبيخ والإدانة، وقامت بالتقدم على المستوى النووي. والجانب طبعا الإيراني هنا واضح جدا أنه يستغل ما ظهر من المناظرة الأولى التي شهدناها بين دونالد ترامب وجو بايدن، هي تستغل انشغال الوسط الأمريكي والعالم بأكمله بما جرى هنا في هذه المناظرة التي كانت سيئة للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أن الصحف اليسارية ببساطة كانت قد ذكرت، اليسارية التي هي تابعة للديمقراطيين ومن المفترض ألا تنتقد جو بايدن بل تنتقد دونالد ترامب، وجدت بأن أداء جو بايدن كان كارثيا، وكان هنالك ذعرا في هذه الصحف واضح للغاية. كذلك أن كبار الكتاب في نيويورك تايمز من ضمنهم توماس فريدمان وهو صديق جو بايدن
طالبوا من جو بايدن مغادرة البيت الأبيض ومغادرة هذه الانتخابات، لأن الأمر كان كارثيا للغاية في هذه المناظرة، حتى أن المشاهدين للسي ان ان الامريكيه بعد انتهاء هذه المناظره من المفترض ان يصوتوا لصالح جو بايدن صوتوا بحقيقه 67% لصالح دونالد ترامب بانه هو الذي انتصر بهذه المناظره على جو بايدن. وكذلك ايضا قد صدرت من قبل موقع ليجر تفاصيل مثيره للغايه توضح لك كيف كان الامر سيئا على جو بايدن، ان دونالد ترامب عندما دخل للمناظره قبل المناظره كانت رغبه المصوتين الامريكيين للتصويت لترامب بنسبة 43%، بينما كانت لهم رغبة في التصويت لجو بايدن بنسبة 45%، لكن بعد المناظرة تغيرت هذه الأمور وأصبح الجماهير وأصبح المصوتين والمشاهدين يرغبون في التصويت بنسبة 50% لدونالد ترامب و 42% لجو بايدن. كذلك أن أطلس إنتل إحدى أهم المواقع أوضحت أن دونالد ترامب الآن يقف عند 45.5% فرصة كفرصة للفوز وكرغبة من الناخبين الأمريكيين للتصويت لدونالد ترامب للفوز في هذه الانتخابات مقابل 40.3%. بالإضافة إلى أن سي بي إس نيوز نشرت أيضا ما إذا كان يعتقد الشعب الأمريكي بأن جو بايدن قادر ذهنيا وعقليا ومعرفيا أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، 72% من هؤلاء المصوتين وجدوا بأنه ليس جاهزا وليست لديه القدرة العقلية والمعرفية ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ونفس النسبة 72% من هؤلاء المصوتين وجدوا ببساطة بحسب سي بي إس نيوز الأمريكية بأن على بايدن ألا يذهب باتجاه الترشيح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هنا واضح أن إيران تستغل هذا الانشغال في الداخل الأمريكي لتتقدم نوويا ولتتحدى إسرائيل بشكل كبير، وقد تكون هذه واحدة من التحركات الاستراتيجية المدروسة من قبل الجانب الإيراني للضغط على إسرائيل وإثبات شيء للعالم بأن إيران فعلا قادرة على القيام بشيء ضد إسرائيل.